بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى الآية: استمر على العبادة حتى تلقى الله تعالى. قال بعض الوعاظ رحمهم الله: والله ما المؤمن بالذي يعمل الشهر أو الشهرين أو العام أو العامين، فإن الله تعالى لم يجعل للعمل أجلا إلا الموت. ثم تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر على عبادة الله تعالى بعد رمضان وبعد شوال وبعد كل يوم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، وقد قبلك الله عز وجل، وهو الذي قال في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت، واستمر على هذه الأعمال الصالحات حتى تلقى الله تعالى بصالح الأعمال. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.